سننتقل الآن إلى برمجة الويب. ما هي برمجة الويب؟ البرمجة هي كل ما يحدث من عمليات ووظائف ضمن المخدم نفسه. حتى يعمل الموقع بشكل جيد، علينا أن نضيف إليه جزء برمجي أو نواة برمجية. في البداية، حتى نحقق ربط مع قواعد بيانات، يلزمنا نواة برمجية تحقق هذا الاتصال. مثلا لدينا موقع وفيه تسجيل المستخدمين، فبيانات هذه المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم وأي معلومات أخرى تتعلق بهم يجب تخزينها في جداول منظمة بحيث تسهل الوصول إليها فيما بعد، فنقوم بتخزينها في قواعد بيانات. أيضا، في حال وجود أي عمليات برمجية أخرى يقوم بها الموقع، سوف نقوم بكتابتها باستخدام لغة برمجة. أيضا، لكي نوفر الديناميكية في تحميل صفحات الموقع وفي تخزين ملفات الموقع، فسوف نستخدم أيضا لغة البرمجة. سنأخذ مثال للربط مع قواعد البيانات. الهدف من قاعدة البيانات أن أقوم بتخزين بيانات الموقع ضمن جداول منظمة. لنقل مثلا أن لدي مدونة، سوف أقوم ببرمجة موقع عبارة عن مدونة. هذه المدونة فيها مقالات، فيها صفحات، فيها مستخدمين يقومون بتسجيل الدخول، فيها محررين يقومون بتسجيل الدخول وإضافة مقالات إلى المدونة، فيها مدراء. أحتاج أن أعرف أن أخزن فيها المقالات التي قمت بتدوينها، المستخدمين من هم وما مرتبة كل مستخدم. هناك المستخدم المدير، وهناك المستخدم المحرر، وهناك المستخدم الذي يقوم فقط بعرض المحتوى. وكل هذه المعلومات أريد أن أخزنها. لا نستطيع أن نخزنها في ملف نصي مثلا على الموقع، يجب أن تخزن ضمن جداول مرتبطة فيما بينها بارتباط جيد، ويمكننا أن نستخرج البيانات منها بسهولة وسرعة. فهذه بفكرة هذه فكرة سريعة عن معنى قواعد البيانات. فلدينا هنا المخدم، وهذه قاعة البيانات الخاصة به، وهذه الجداول المخزنة ضمن قاعة البيانات. لنقل مثلا أنني أقوم بتسجيل الدخول إلى موقع ما، فقمت بإدخال الاسم وكلمة المرور حتى يتأكد المخدم من وجود هذا المستخدم فعلا في الموقع وأن كلمة المرور صحيحة، فيقوم بإجراء استعلام، ما يسمى باستعلام، إلى قاعة البيانات كي يتأكد من وجود اسم المستخدم وفعالية أو صلاحية هذه كلمة المرور التي قام بإدخالها. في قاعة البيانات يتم الاتصال مباشرة إلى الجدول الخاص بالمستخدمين، ويقوم بإرسال النتيجة في حال كان المستخدم موجود أو لا، وفي حال كانت كلمة المرور صالحة أو لا. أيضا يمكننا إجراء أي استعلامات، أريد مثلا أرغب بعرض آخر 10 مقالات تم كتابتها، أو إدخال مستخدم جديد، أو أي عمليات أخرى. طيب، تحدثنا قبل قليل عن أننا يمكننا باستخدام لغات البرمجة أن نجعل الموقع ديناميكي. ما معنى موقع ديناميكي؟ لنفترض أن الموقع لدينا مكون من أكثر من صفحة، فالصفحة هوم مثلا تحتوي ترويسة، قائمة أساسية ومكونات صفحتهم، وعمود جانبي فيه مثلا بعض المكونات المتكررة في كل صفحة، وفوتر يحوي بعض الروابط. هذه المكونات تتكرر في صفحات أخرى، ولكن باختلاف بسيط، وهو فقط في المحتويات. هذه المحتويات فقط هي التي تتغير من صفحة إلى أخرى، لكن القائمة نفسها والترويسة نفسها، شعار الموقع نفسه. فلدينا مجموعة كبيرة من الصفحات تتكون من عناصر متشابهة، لكنها تختلف فقط في عنصر وحيد. إذا أردنا أن نقوم بتصميم هذا الموقع فقط باستخدام لغات التصميم الموجودة لدينا، يمكننا مثلا أن نقوم بتصميم موقع فقط باستخدام لغة HTML و CSS، وتحصل على موقع كامل يمكنك أن تدخل إليه وتعرض المحتوى بشكل عادي دون أن تحتاج إلى نواة برمجية. لكن مثلا افترضنا أن الموقع لدينا مكون من أكثر من صفحة، وهذه الصفحات مكونة من مكونات متشابهة وأخرى مختلفة، فأنت ستضطر لكتابة هذه المحتويات عدة مرات في كل صفحة. ففي كل صفحة ستكتب الترويسة والقوائم والعوامل الجانبية والفوتر، سوف تقوم بتكرار هذه المحتويات من أجل كل صفحة. لكن يمكنك باستخدام لغة برمجة ببعض التعليمات البرمجية على المخدم أن تقوم بكتابة صفحة واحدة فقط تضع فيها الترويسة وأي أمور أخرى مشتركة بين جميع الصفحات، وتضع الكونتنت أو المحتوى الصفحة كمتحول،
هذا المتحول يحضر المحتويات من قاعة البيانات. فأنت تقوم بطلب صفحة واحدة وتمرر لهذه الصفحة اسم الصفحة الفرعية التي أنت بحاجتها، ويقوم طبعا باستخدام أكواد معينة في لغة البرمجة بإحضار هذه المحتويات من قاعة البيانات. تمام، إذا فهكذا نوفر ديناميكية. نفترض أننا نريد أن نضيف إلى القائمة عنصرا واحدا. في هذا النموذج سوف تضطر أن تضيف هذا النموذج إلى كل صفحة من صفحات الموقع. في هذا النموذج بمجرد أن تعدل هنا سوف يتم إجراء هذا التعديل على جميع الصفحات. الآن بعد أن أخذنا لمحة سريعة عن تصميم الويب وبرمجة الويب، لم أدخل في تفاصيل أكثر من ذلك. سوف أدعكم يعني تتعلمون، وسوف أضع بين أيديكم بعض المصادر التي سوف تساعدكم في تعلم هذه الأمور. الموضوع بسيط، يمكن أي شخص أن يتعلم تصميم الويب وبرمجة الويب، لكن يحتاج بعض الصبر في التعلم وفي الممارسة وفي تنفيذ ما قمت بتعلمه. عادة الأسلوب التقليدي لتصميم أو برمجة موقع الويب أن تقوم بكتابة الكود يعني من الصفر. هذا الأسلوب التقليدي أو نقول الأسلوب القديم. فمثلا عندما تريد أن تحول تصميم فوتوشوب قمت بتصميمه في فوتوشوب إلى كود، سوف تضع التصميم أمامك وتقوم بكتابة الكود الموافق لكل عنصر وللون الخط والأمور الأخرى المتعلقة بهذا التصميم. نفس الأمر ينطبق على حالة البرمجة، سوف تقوم بكتابة كل سطر في الكود بيديك من أجل موقع مهما كان حجمه هذا الموقع. فإذا كان الموقع كبير مثلا ويضم استعلامات كثيرة لقاعة البيانات وفيه تفاصيل كبيرة، فسوف تقوم تضطر إلى أن تكتب جميع هذه التفاصيل في الكود. لكن الآن هناك مجموعة من الأدوات التي تسهل علينا عملية كتابة الكود، فلم نعد مضطرين لكتابة الكود من الصفر تماما. هناك ما يسمى بإطار العمل Framework، وهي عبارة عن مجموعة من الأكواد الجاهزة التي يمكننا استخدامها ضمن الكود الذي سوف ضمن كود الموقع الذي سوف نقوم بتصميمه مثلا. فهناك من أجل عملية تصميم الويب هناك إطار عمل يسمى Bootstrap، هو عبارة عن مجموعة من المكتبات يمكننا استخدامها مباشرة في الموقع، تسهل علينا الكثير أثناء عملية التصميم. فعندما تبدأ بتعلم تصميم الويب فضع باعتبارك أن تمر على مصطلح بوتستراب وتتعرف عليه وتتعامل معه. في برمجة الويب عندما تتعامل بلغة PHP فهناك إطار عمل يسمى كود إجنايتر، أيضا يوفر نفس الميزة، وهي أنك لا تحتاج لأن تكتب الكود من الصفر تماما، لكن هناك مجموعة من الأدوات التي تسهل عليك كثيرا وتسرع كثيرا عملية بناء الموقع. ومن أجل البرمجة المرتبطة بالفرونت إند، العمليات البرمجية التي تحدث عند المستخدم، هناك بيئة عمل أو إطار عمل يسمى AngularJS من تطوير شركة جوجل، يمكنك من تطوير برمجيات فرونت إند بشكل سريع. أدوات أخرى مفيدة، هناك ما يسمى بأنظمة إدارة المحتوى، وهي عبارة عن برمجيات ويب جاهزة تقوم بتنصيبها على الموقع وتبدأ باستخدامها مباشرة. نعم، هناك موقع جاهز متكامل تقوم بوضعه على السيرفر فيصبح لديك موقع دون أن تكتب أي كود أو تصميم أو برمجة. هذه الشركات التي تنتج أو المجتمعات التي تنتج أنظمة الإدارة توفر أنظمة إدارة محتوى توفر برمجيات متقدمة وذات حماية عالية وكفاءة عالية، بحيث تغنيك في كثير من الأحيان عن إعادة كتابة المواقع من الصفر. هذا يوفر عليك الوقت الكثير والجهد الكثير. هذه البرمجيات في الغالب تكون مفتوحة المصدر بحيث تمكنك من تعديل أكوادها وإضافة أي إضافات أنت ترغب بها. أيضا هذه البرمجيات مثل ووردبريس دوت أورج دروبال جملة يمكنك استخدام التصاميم المتوفرة معها، وأيضا يمكنك تصميم أي تصميم ترغب به وتقوم بتركيبه على هذه البرمجيات. أيضا يمكنك شراء تصاميم جاهزة قام بتصميمها مصممون آخرون وتقوم بتركيبها على هذه القوالب. في كثير من الأحيان نقوم باستخدام ووردبريس إذا كنت مثلا أنت مصمم وليس لديك خلفية برمجية أو لست ماهرا في البرمجة ولا ترغب بإضاعة الوقت برمجة المواقع، تقوم بتصميم موقع وتقوم بتركيبه على موقع لنقل مبرمج مسبقا باستخدام برمجية جاهزة مثل ووردبريس، وهذا يسهل عليك كثيرا
وعادة يكون ذو كفاءة عالية، وحتى ينافس أي برمجية أو أي موقع سوف تقوم أنت بكتابته، مما يوفره بمستوى حماية عالي وأدوات، وكل ذلك أيضا يتوفر غالبا أو في كثير من الأحيان توفر بشكل مجاني. أيضا هناك أدوات أخرى مفيدة، يمكنك أن تنشئ موقعا كاملا بدون أن تكتب أي سطر كود. هناك بعض المواقع مثل wordpress.com، ويبلي، ويكس، تمكنك من إنشاء موقع كامل دون أن تكتب أي سطر كود. من خلال هذا الموقع تقوم بوضع مكونات الموقع التي تحتاجها، الستايل الذي يناسبك، التصميم، تقوم بتكوين هذا الموقع بسهولة وسرعة ودون أن تكتب أي سطر كود. طبعا هذه الأدوات ليست للمصممين أو المطورين، هذه الأدوات للأشخاص العاديين الذين يرغبون ببناء موقع دون أن يتكلفوا على مبرمج أو مصمم، يمكنه أن يقوم بتصميم موقعه بنفسه ودون الحاجة إلى أي خبرة في تصميم أو برمجة. الآن لنقل أنك تريد أن تبدأ بالتعلم في برمجة الويب أو تصميم الويب، كيف تبدأ؟ في البداية في مجال التصميم عليك أن تتعلم لغة HTML، هذه أساسية، ومن ثم تعلم لغة CSS وابدأ بممارستها. يعني لا يكفيك أن تقرأ مثلا أو كتاب أو كتابين في هذه اللغات، ولا يكفيك أن تشاهد مجموعة كبيرة من الفيديوهات، تعلم، سوف أدلك الآن على بعض المواقع التي تساعدك، تعلم قليلا وابدأ بتطبيق ذلك تدريجيا، ثم ابدأ بتصميم موقع خاص بنفسك. طبعا يلزمك أن تتعلم برامج التصميم مثل فوتوشوب وإلستريتور وأي برنامج آخر، بعد ذلك تعلم جافا سكريبت بشكل سريع، وتعلم جيكوري وكيفية استخدامها في مواقع الويب. بعد أن تتعلم كل لغة على حدة، انتقل إلى تعلم إطار عمل مثل بوتستراب، سوف يسهل عليك كثيرا تصميم المواقع في المستقبل. في حال كنت من الناس المهتمين ببرمجة برامج تعمل في ضمن المتصفح، مثلا الألعاب التي تعمل في طرف المستخدم، البرمجيات التي هناك بعض البرمجيات التي تعمل جزء كبير منها يعمل في المتصفح نفسه وليست عمليات تجري في طرف المخدم، هنا يلزمك أن تتعلم جافا سكريبت وأطر العمل المرتبطة بها مثل أنجولار جي اس. إذا كنت ترغب بدخول مجال برمجة باك إند، البرمجة التي تتم على المخدم، التعامل مع الداتابيز، التعامل مع الملفات، أي عمليات أخرى تقوم على في طرف المخدم، تلزمها لغات برمجة في باك إند مثل لغة بي اتش بي، وكما قلنا سي شارب في بي اس بي دوت نت، بايثون، روبي ريلز، مجموعة كبيرة من اللغات. طبعا تتعلم لغة واحدة فقط أو لغتين، لكن لغة واحدة ستكون كافية لبرمجة أي موقع. بي اتش بي قد تكون الأشهر أو الأكثر استخداما، وطبعا مع إطار عمل كود إجنايتر سوف يساعدك كثيرا ببرمجة المواقع. مصادر التعلم، هذه المصادر W3 Schools مهم جدا، يجب أن تدخل إليه وتتعلم منه، كود أكاديمي، يوديمي، وليندا دوت كوم. شكرا لمتابعتكم، في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق في مجال هذه الجلسة يمكنكم مراسلتي على الإيميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.